مرة أخرى عودة إلى نشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن سياسة القوى الناعمة التي تمارسها السعودية تعكس عزم المملكة ويتبعه توافق خليجي عربي إسلامي مع الولايات المتحدة لإيجاد حل جذري لأزمات المنطقة، مؤكدا أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خير شاهد. من جانبه قال السفير رخاء أحمد حسين مساعد وزير الخارجية الأسبق إن قبول مصر دعوة الملك السعودي للمشاركة في قمة ترامب ضرورية لارتباط أمن الخليج بأمن مصر. دكتور مختار، قمة ترامب لحل أزمات العرب تتنافى تماما مع ما تحدثت عنه منذ قليل بشأن إيجاد العرب لأطر صحيحة لحل أزماتهم. برأيك هل أمريكا لديها النية الحقيقية والسليمة فعلا لحل أزمات العرب؟ يعني شوفي، بعيدا عن الجهد الجهيد اللي بتحاول تبذله المملكة العربية السعودية في زيارة ترامب اللي أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي بعد انتخابه للمملكة العربية السعودية، ودي لها تفسير وتحليل كتير جدا، أضعفها أو أقلها تريليون دولار استثمارات سعودية موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من داخل التريليون دولار 96 مليار دولار و500 مليون دولار استثمارات تحكمها وزارة الخزانة الأمريكية، وإنه بعيدا عن السعودية كتلت الأوبك، وبعيدا عنها دولة متحكمة في سعر النفط أو تحدد سعر النفط العالمي. أنا مش عايز هاخد هذا الإطار، أنا هخليني حسن النية للآخر، إنه هناك اجتماع قمة سعودي أمريكي واجتماع خليجي أمريكي واجتماع إسلامي أو عربي أمريكي. هذا الاحتفاء الكبير تقدره الولايات المتحدة الأمريكية؟ سؤال تحتيمة خط. الجزئية الثالثة، ودي جزئية مهمة جدا، نحن كعرب لم ندرك بعد بأن إنتاجنا المحلي 6 تريليون دولار ثالث أكبر إنتاج في العالم أو ثالث أكبر كم بننتجه في العالم بعد أمريكا والصين، رابع واحدة بعد أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي، وإن مساحتنا ثاني أكبر مساحة بعد الاتحاد السوفيتي. خليني بس أقول لك الأرقام دي، وإن عدد سكاننا ثالث عدد سكان بعد الصين والهند، وإن جيوشنا لو اجتمعت نبقى أكبر جيش في العالم لو استغنينا أو لو بعدنا عن القنابل النووية، وإن استصلاح أراضي السودان تكفي لإنتاج وحدها 760 مليون طن قمح سنوية، إحنا بنستورد 40 مليون طن قمح بس، وإنه 10% من الصحراء الليبية تكفي لإنتاج الطاقة المتجددة للعالم أجمع، وإن 30 مليار دولار من الممكن أن يأتوا من أموال الزكاة للأموال المدفوعة الموجودة داخل البنوك في العالم العربي. دي أرقام موجودة، هذه الأرقام الموجودة والبحث عن حماية أمريكية، هي ترى أن إسرائيل لبيبها وترى أن إسرائيل هي الأولى بالرعاية، ولم تدرك بعد الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك قضية اسمها القضية الفلسطينية، وأن هناك عاصمة لها اسمها القدس الشريف، وأنه من الأهمية أن تحل هذه القضية. وأرجع يعني أذكر السادة المشاهدين باللقاء الجامع اللي كان بين الملك فيصل عاهل المملكة العربية السعودية وبين هنري كيسنجر عراب السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات بعد حرب 73 مباشرة، وزار هنري كيسنجر المملكة العربية السعودية واستأذن الملك فيصل مزاحما إياه أو ممازحا إياه أنه يريد لطائرته أن تتزود بالوقود، فرد عليه الملك فيصل قولا شهيرا: بلغت من القبر العتية وأصبحت رجلا هرما وأريد أن أصلي في المسجد الأقصى. هل نستطيع نحن كعرب أن نطلب من ترامب الصلاة في المسجد الأقصى وحل هذه القضية؟ ده السؤال الأولى بالرعاية. الجزئية الثانية، تقدير الكامل لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية لقضايا المنطقة، وتقدير الكامل للتدخل العميق في قضايا المنطقة، وتقدير الكامل لصفقات السلاح بالتريليونات أو بمليارات الدولارات اللي هتعقدها لإصلاح البنية التحتية العسكرية الأمريكية. لكن بدرجة أو بأخرى لن يحفظ أمننا القومي سوى نحن كعرب، ولن يحفظ آلياتنا إلا بالاعتماد على ذاتنا، ولن يحترمنا أو يقدرنا القوى الخارجية إلا إذا أدركت بأنها أمام قوة ناعمة وأمام قوة خشنة، ونأخذ درسا وعبرة مما حصل بين كوريا الشمالية تحديدا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية.
عندما هددت الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية بردود عسكرية، كان رد كوريا الشمالي بأن كل المدن الأمريكية أو كثير من المدن الأمريكية في مهب الصواريخ النووية الكورية الشمالية. كان الرد الأمريكي ترحيبا بهذا الشاب الصاعد الواعد الذي يحكم كوريا الشمالية، والتشريف الذي سوف يناله ترامب إذا التقى به والتباحث حوالين شأنه. واليوم والآن ومنذ أيام ولأيام قادمة، أوسلو تستضيف خبراء أمريكان ومن كوريا الشمالية للتباحث حول مطالب كوريا الشمالية. لازم ننظر إلى هذا النظرة جيدة جدا. الترحيب بهذا اللقاء ما فيش كلام، والترحيب بهذا الجهد ما فيش كلام، لكن السؤال الأهم سوف يظل مطروحا بعد انتهاء بعد فض المولد. القضية الفلسطينية إلى أين؟ الوضع داخل الساحة السورية إلى أين؟ ابتزاز العالم العربي إلى أين؟ قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في حل هذه المشاكل إلى أين؟